معلي تمشى لاباس قدر لك حاجه خفيفه برك يا كتر الف خيرك احسن احسن هديه في الدنيا الحمد. عم بالك انا منخدم مع الدراري كنت بكري نخدم برا دونك دخلت مع الدراري قلت لهم عندنا نصيحه قلت لها امراه متابره انت فكرتيني الشهاده تاعك ديال الشهاده التكريم راح نكمل عايشه التكبر والصبر لذلك قليل اللي تلقاه صابر كيما هكا وحمد ربي سبحانه هديه وحمد ربي سبحانه دي كيف كنت ما يصبرش باش يقدر يعيش كيما هكا ديجا شوف الزوج كيف الزوج هاو ربي يكون في العون تاعو وانتي في الحاله تاعك على قداه تفكر كي قلتي لي هذيك والله صباح اقسم بالله طحت على قداه تفكر نذكر على خمسه نخرج عندنا الدار على 6 غير ربع 6 غير ربع مسكينه وحدها عايشه سيده متابره معروفه بالصبر الله يبارك تبكر الصباح وتخدم على الزوج تاعها وعايشه وحدها وقاعده تخدم خدمه تاع راجل هم جا وقال لك اخويا نكرموها وش يقولوا لك الجو العائلي اللي تمنيتيه انت يا عايشك يا رب والديك ربي ان شاء الله يعيشهم ويهنيهم ويخليهم الا ان الصداقه الحقيقيه ربي طوعكم لوالديكم ان شاء الله يا ولادي في الساعه هذه تفكروني نبقاو في قالكم هنا بلي جيتوا عند عمتكم ورده وكرمتوها ودرتوا لها عيد ميلاد ربي تفكروا ماتك يوم عيد الام تفكروها انا ما عنديش ولادي انا باهي تفكروني بس كاينين احباب ربي كيما نتوما هكا يتفكروني ويجوني بس نتوما واش نقول ربي يعيشهم وربي يجازيهم بالخير بيهم باللي معاهم ونتمنى يخرجوا حاجه في المستقبل مليحه وان شاء الله تبقى هذه مره انا ومره واحد خلاف او ماش غير انا ام كاينين احباب ربي بزاف وكاينين اللي صابرين وكاينين اللي ما عندهمش اولادهم نتمنى لهم من قلبي كل خير لهذا الدراري اللي جاوني هذه المجموعه الكشافيه نتمنى لها كل خير نتمنى لها الازدهار في المستقبل نتمنى لهم المرتبة العالية ديما هذا واش نتمنى لهم الصحة ولا هنا والصحة هي قبل كل شيء خاطر الصحة تعمل دور في المستقبل كي عودت هذه صحيحة بصحتها تقدر تبني وتعلي يعني هي والزملاء تاعها ما على باليش والله ما على بالي خدمت وجيت قالت لي عقيلة مجينك هي حطتني صحة قالت لي جاية صحابتي معايا ما قالت ليش ما قلت انا وتفاجات كي شفت الدراري دخلوا عليا تفاجات حاجه احنا بصح الامل نمدوا الامل نغرسوا الخير هذاك نغرسوا البذره نشجعوا المواهب نشجعوا ثقافه مساعده الاخرين هذه مرأة طلبتنا في حاجه مش طلبتنا وصلنا نداء باللي قالت لك انا شفت نعيش جو تاع فرحه تاع اسره كذا ولهذا السبب احنا ما نبخلوش ومش راح نبخلوا واللي نقدر نقدمه لها قدمناه لها اللي ابسط شيء انه درنا لها اليوم تكريم خاص لانها امراه راهي مريضه مسكينه بالقواطر يعني مرض الخبيث هذاك وزوجها مقعد مسكين كيف وعايشه في خرابه ما انا ما نسميهاش بيت عايشه في خرابه حبت تعيش الجو هذاك والحمد لله مع الوليدات هذو واش درنا لها احنا اليوم واش درنا لها درنا لها عيد ميلاد وفرحناها واش نقولوا لها جوايو زاني Joyeux anniversaire. هذا اللي قدرنا نقدم رساله وسي انا ديما نقول نهضرها يعني جينا اليوم نديروا عيد ميلاد تاع الام اللي عايشه وحدها وقاعده نورمال في الخرابه ونتمنى بزاف اللي يعطيوها سكنه وتعيش نورمال وترتاح ان شاء الله وجينا بالتكريمات كرمناها درنا لها عيد ميلادها وتمنى وصي راجلها يرتاح احنا جينا باه نديروا لها عيد ميلادها ونتمنى بزاف نحقق
احنا وسي نحققوا لها احلام تاعها ويحقوا وسي يساعدوها ويحققوا لها الاحلام تاعها. نتمنى بزاف تكون صابرة. زرنا هذه المرأة اللي كيف أمنا الثانية، أتمنى لها كل شيء ما تريده، وأنا أحبها كثيرا وأتمنى ما تريد. أتمنى لها شفاء العجل هي والزوج تاعها، وأتمنى من الولية نشوف الموضع تاعها وين تسكن. يعني نتمنى من السيدة الولية أنها تفهم ظروفها، يعني هي امرأة تقدر تفهم ظروفها، امرأة كما هك عايشة مش حتى منزل، يعني كوخ، يعني على شكل كوخ. ونتمنى لها أنه ترتاح للمرأة هذه، ويعني نقولها قعدي صابرة برك، أكي بمثابة أمنا، وربي يعيشك إن شاء الله.